أنا ديالا صفوري، مهندسة معمارية ورسامة. أنا بلشت رسم من أنا وصغيرة، منبلش رسم نحنا وصغار ومنفقد الموهبة مع الوقت. فتت هندسة عمارة لأني بحب الرسم وبحب الاختراع والابتكار وهالأشياء. قبل 5 سنين أختي رسامة أوردي، شجعتني إنه بلش، بلشت رسم ومن وقتها انطلقت. أول نوع رسم بلشت فيه هو نقل صور مصورتها أنا، وبعدين بلشت بدي أجرب أشياء جديدة، فبلشت جربت الفن التجريدي وهو أكثر فن استهواني. الفن التجريدي هي يعني أشياء أنت بتشوفيها بالطبيعة وبالبيئة اللي حواليك، بس أنت بتطبقيها بطريقة غير، يعني بطريقة ممكن تكون غير واقعية. الأشياء اللي بتواجهنا نحن الفنانين إنه في الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي كان يعني لمرحلة بده ينافس الفنانين وهيك. أنا بالنسبة لإلي هو عبارة عن شيء نحن فينا نستخدمه يساعد الفنانين بدل ما إنه هو يكون محل الفنانين. فبلشت أخذ صور بأماكن أنا مثلاً إلي ذكرى فيها أو شيء هيك، فوتها على الـ AI وحاول إنه قله للـ AI أنا كيف متخيلتها، ويعطيني هو صور تدمج بين الحقيقة وبين الـ AI وأعمل منه لوحة. يعني هو الـ AI عم بيعطيني أفكار وأنا عم طبقها. أكثر لوحة قريبة على قلبي هي هذه اللوحة، لأنه أخذت كثير مني وقت، أخذت مني 5 شهور تقريباً. حبيت فيها إنه قدرت أدخل فيها كل الألوان اللي أنا بحبها. بحب الفترة الجاي إنه لوح يكونوا بمعرض ويكونوا موجودين للعالم يشوفوها، وتوصل المشاعر اللي أنا بحاول أحطها باللوح للعالم. وبحب إنه لوحي بتخلي العالم مبسوطة، بتخلي العالم تعبر عن مشاعرها، فإن شاء الله.